Facebook, Facebook, gotta check my Facebook. It's the Facebook way. ليسل بوك قبل ما نمشيو ليسل بوك نمشيو ليس زوم 73 اللي متي كيشبيل وسي حافظ الخدي اللي صباح الخير ومرحبا بونجور صباح الخير اوكي نحن نعملوا لكم اسباس تجيو فيه باش نصبحوا عليكم فيه انتم تزيدوا تعملوا روتار وتجيو في الاسباس تاع زوم 73 ما عملناش روتار لا لا ما تميعش ما نميعش القضايا لا لا انا موجوده لهنا انا اعترف جيت مؤخر من موجز الاخبار اي من موجز الاخبار نورمالمون تلتحقوا بالاستوديو نتاع نجمه تستدعونا لا نقعدوا نعملوا لكم في ليزانفيتاسيون كل يوم انا جيت استدعى التحقت يشو من نعمل ليزانفيتاسيون كل يوم بين الغنوشي وسعيد بدعوه من رئيس الجمهوريه احنا زيدا ما نجي ولا بد استدعانا كل يوم والله العظيم هو راه واش باش نقول لك مش من في سياسه هي ميركل وفهمتها معناتها قعدت كلمه الراجل بالتليفون فوالا دونك انت بيدك نعوذ مريم من 6 نتاع الصباح خرجوا ليزانفيتاسيون اوفيسيال الريم والسي حافظ باش يلتحقوا بينا بالوقت معناه باش ما نقعدوش الستة كمان ميسالش ما على بكري نحضروا رواحنا مش ما يقولك خاطر المستاذن في دار ويقعد المستاذن في نهار ويقعد في دار انت تستدعنا قبل بنهار واحنا نلتحقوا وصباح ذكرنا في هاوش يقولك عندي فازا ما خير وما احلى برشا كي تجيو خارجين كل يوم قولكم راهو غدوه عندكم انفيتاسيون بحذايا في زوم 73 اللي احنا دار دارنا نجيو في اي وقت اي مش في اي وقت لا في اي وقت لا لا احنا نجيو في الوقت اما مش في اي وقت على دارنا من 7 نص نهار اي بلا يجيو من 7 يجيو من 7 كيما تحبوا مش السبعة غير دا مش ثمانية غير درجين بي مش مشي ولا شوف ثمانية غير درجين راهو ما بالحق ما تميعش القضية يا ولد ما تتجنش علينا السبعة ونص احنا موجودين مش متجنى اما ان نحكي لهنا على التواجد اللي موجود في الاستوديو هذا لا يفسد للود قضيه بما ان باش نحكيو على لي فيديو اللي موجودين في لي ريزو سوسيو باش نبدا بكم بالانستغرام لطفي العبد اللي البارح يعطي رايه في تشكيله الحكومه الجديده وخاصه في حضور المراه التونسيه في حكومه الحبيب اجم من العار ومن العيب انه مسؤول كبير كيما جملي يخرج يقول معناش نساء كومبيتونت هذاك علاش ما حطينا حتى في الحكومه خاطر معناش نساء كفاءات سي دو لانكومبيتونس توتال اللي نقولوا فيه دي دو لانيفيكاسيتي عيب وعار وعيب على حكومه تونسيه انها تعامل نساء هكاك يا معناش نساء انكومبيتونت كومبيتونت انسان دي كومبيتونت من قبل ما تولد انت وقبل ما تولد اللي ولدوا اول وزيره تونسيه اول وزيره تونسيه اول وزيره في العربيه شد تونس دونك انسان يقري وقراوك وقريونا ويشرفونا في العالم الكل انسان فخورين بهم نحن معناها من البوان فور نتاعنا انهم لا كومبيتونس اي لانتيليجونس اي لا كولتور دو نو فامي لور ديبلوم سي دو لا كومبيتونس انت والحكومه نتاعك وزاد دي زانكومبيتونس انت الجمله حقك انت وحكومتك تخدموا في سوق الجمله الفيديو هذا يكتب عليه رد اعتبار للمراه التونسيه تعليقك سي حافظ انا تعليقي باعتباري انا معناتها الراجل الوحيد في استديو معناتها هو تقريبا لحد الان في الرجل كل توا الوقيته هذه فهمت لطفي يعطيه الصحه معناتها معناتها قال شوف في رد الاعتبار قال في رد الاعتبار ولكن طريقة رد الاعتبار عندي عليها شوية احتراز بطبيعة الحال معناتها نعت الناس بالطريقة هذيك وسوق الجملة وترى شنو بالنسبة لي ولا تنابزوا بالألقاب فوالا مش ما تجرحش في الأشخاص صحيح المرأة التونسية ماهيش محتاجة نعاودها الآلاف المرات المرأة التونسية لا تحتاج لمن يدافع عنها راهي المرأة موجودة المرأة التونسية معناتها باستحقاق فكتها معناتها بالتاريخ بالقراية بالتربية باللي عملت في بلادها وكذا إذا نحبوا نعملوا بوز باش ما تستحقش اللي شكون يدافع عليها ما تستحقش معناتها اللي كومبيتونت على غير ما يقول لطفي معناتها العبدلي الور لا معناتها والله شهاده من لطفي العبدلي في الكومبيتونت تاع المراه الور لا نقول يعني ما احنا نسي نحبوا شكون يحكي علينا وشكون يدافع علينا مالغري اللي نحن ديما معناها واقفين كيما نقولوا لابوا في وجوه الناس لابويت لابويت فوالا انا حسب رايي المراه التونسيه ما تستحقش اليوم شكون يحكي عليها خاطر هي ديجا قاعده تحكي على روحها اما مالوغوزمون في السياسه ما نحطوش المراه في مناصب قياديه ولا عندها سلطه قرار صدروهاش نصدروها في القائمات صدروها في القائمات نتاع الانتخابات سينو بعد ما عندهاش ظهور ملفت معناتها يمكن المنصب الوحيد ولا ما نعرفش صلح لي اذا كان غلطه سميره شاويشي في الناطقه الرسميه باسم الاتحاد الوطني الحر هي المراه اللي كانت ظاهره برشا سينو المراه اللي في نداء تونس الله يرحمها مع تجربي اللي نحكي توا اللي في نداء تونس ديما ننسى اسمها القروان
هلا عمران ليه توت فاسون فما اون فام في نداء تونس كانت تظهر زيدا هكا برشا وكل سينو حركه النهضه مثلا باستثناء محرزيه العبيدي ما فماش برشا ظهور ملفت لنساء اخرين حتى نائبات ما كانوش يدخلوا برشا في تحت قبه البرلمان رغم انهم اغلبيه النساء النائبات اللي تابعين حركه النهضه كانوا معناتها اغلبيه في البرلمان ولكن ما شفناش تدخلات كبيره فما سامية عبو مباركة عوينيه معناتها تقريبا بعض الوجوه النسائيه اللي ماهيش ديما معناتها ناشطة انت والميسرة متاع السياسة انت والأحداث ايش نقول لك انا شخصيا كراجل في تونس كان معناتها ما نحبش نعمل تصنيف هذا جنسي اي معناتها بالنسبة لي انا راهو اللي سميتهم ما همش هذوكم فقط المرأة خلينا نكمل لك الفكرة باش تفهم انا باش نقول لك راهم هذوما اللي هما اللي ظهروا في الصورة وهم في المشهد السياسي في السنين هذوما الأربعة على قليلة نحكي من 2014 ل 2019 على أساس أنهم خذوا معناتها منصب قيادي وبداوا يظهروا أنا بالنسبة لي أنا المرأة التونسية تشاركني في كل بلاصة وأنا عايش فيها لا أنا ها باش نكمل فكرتي تفهمني أنا نحكي في السياسة دونك إذا كان سي الحبيب يحب معناتها يفهمنا أنه الكفاءة مرتبطة بالتسيس راهو صحيح ماهوش باش يلقى برشا شو على خاطر ما فماش برشا قياديات في السياسة أما راهو المرأة التونسية كفاءة المرأة التونسية وإلا منصب وزير ماهوش مربوط بالتحزب ولا بانتماء السياسي باش نجم تقترح خاصة أنه قال هو أنها حكومة مستقلة فما استراتيجية فما برامج فما عمل عنا مديرات عامات في برشا وزارات من أكفأ ما يكون وفوق هذايا عنا زادة وجوه متاع نساء ناشطين في المجتمع المدني من أحسن ما ينجم يلقى معناتها كفاءة تونسية يكفي أنه المرأة التونسية مقارنة بنساء العالم العربي الكل هي ديما في اول في طليعه الترتيب في كل شيء حتى في الجمال زادهم في دغنيه قوي بين اجمل نساء العالم العربي الكل والله سيريوزمون مش مقارنه بجماعه اوكرانيا معناتها حتى جماعه اوكرانيا وجماعه الشيشين وجماعه اللي تحب عليهم انت الكل مرات تونسيه ديما اوكرانيا تفكر الرئيسه نتاعهم ما فيش ما كان الرئيسه لي الرئيسه نتاعهم اللي دوش في المونديال ولا باش نسكم الموضوع تحية للمرأة التونسية تحية أكيد للمرأة التونسية باش نسكم الموضوع آخر باش نحكيه على سامية دلويفي المرأة التونسية مش المرأة راهو اللي تتصدر في التلفزة والمرأة اللي يشوفوها لابسة مليح وأنسومبل ومحلاها وعندها كانيش توكل فيفة طماطم مش سيبا سا فوالا المرأة التونسية راهو حاجات أخرى يمكن اللي في التلفزة ماناش قاعدين نراو فيه صحيح دونك سامية دلويفي نحكيه على الطماطم وبعد الحلقة والبوليميك الكبيرة اللي عملتها بوليميك على قناة التاسعة والقصان اللي معناها القرار الهيكا بإيقاف البرنامج هذايا سمير الوافي ولا سمير الوافي ديجا يحضر في برنامج آخر جديد يقول بعد ثلاث أسابيع الفرت انهمكنا في إعداد برنامج ثاني كليا اخترنا له كعنوان حسب رأيكم شو ينجم يكون العنوان جديد بتاع سمير الوافي أنا نعرف من غير ما تقولي سحاف حتى النار أو لا لا كلام الليل ونحن الآن جاهزون للانطلاق دونك كلام الليل باش يكون مختلف على كل البرامج اللي قدمها سمير الوافي قبل وما يشبه حتى برنامج لا الوحش الشاشة ولا البوليميك ولا حتى برنامج آخر دونك حسب كلامه هو كلام الليل تحدي جديد طموح آخر وموعد نتجد فيه كليا ريم سمير الوافي كل برنامج يعمله يقول لك ما يشبهش للبرنامج الاخر وتحدي جديد وضيوف جدد واسبري جديد بعد نلقاو نفس النسخه ويمكن مشوهه من البرنامج اللي قبل بالحق جست الديكور مبدل وكهو الديكور ساعات ما يتبدلش برشا زيت وهو بيدو معناتها مقدم وديما نقول مش اعلامي ولا صحفي كمقدم برنامج راهو ما يتبدلش برشا مش قاعد يطور حتى من اساليب ولا من اسئلته هذا راي شخصي بيان سور نتحمل مسؤوليته باش كي يقاضي من بعد يقاضيني انا مش مش لطفي ربي على اللي يجيب لنا هذا راي الحاجه الثانيه برامجه ديما يخدم على البوز والبوز هذيا تخليه معناتها انا حسب رايي اذا كان برنامج مسجل كان ينجم ينحيها البارتي هذيك خاطر اذا كان احنا نقدموا في برامج تلفزيه دونك نعرفوا انه الهيكات نجم تعاقبنا على بعض الحاجات اللي تنجم تتعدى دونك في المونتاج كان ينجم يتجنب هذاك الكل ويتنحى معناتها البارتي لكن هو خير باش يعدي ويعرف انه الهيكه باش تعاقبه دونك انا حسيت انه كانه نوع من يحب الاستعراض العضلات او انا عندي اميسيون ناجحه في 2019
هيكا قصتها وانا راني من بعد ما سكتش وعملت ايميسيون جديده وتتشوف نلقاو صافي سعيد وباش نلقاو رضا المالولي وحسن بن عثمان ومقداد السيلي وناس هذوما الكل باش نلقاهم ربما يزيد كعبات اخرين اللي باش يظهروا في الايامات الجايه ولا بداوا يظهروا في الايامات هذيا. تحف بون شنو نجم يكون كلام الليل بمعنى شكون هالشخصيات شنو المواضيع اللي باش يمسها في كلام الليل الناس ساهره مع بعضها معناتها معناتها المواضيع يكونوا للحديث شجون كما يقولوا في الليل هل انا باش يتطرق المواضيع سياسيه معناتها هل انه باش اجتماعيه الى غير ذلك كان باش يمشي في اجتماعيه يمكن نلقاو معناتها نسخه ثانيه من عندي ما نقول لك ولا نتاع معناتها نتاع شو اسمه هو اللي عمل فيها تو في الحوار ما نتصورش في قلبك الجفل ديالك يظهر لي لا ما هوش شنو هي احنا تو انحصرت الافكار في المنوعات عندي ما نقول لك سياسي هذا جوستومون سياسي قلوبهم سياسي لا واحنا شنو يا نمشيو نجيبوا برنامج من برا معناتها خاطر وما عادش عندنا قدره على الابداع في خلق البرامج حافظ راه قدره ملول من قبل لا والله الا كان تعطيو لي جون ويعطي يقترح عليكم برامج يعطيو حاجات باهيه راه لي جون قاعدين يخدموا على اليوتيوب لي جون تعرف فاش لهين وفاش يخدموا فاش قاعدين جوستومون في الانستغرام وعرس فلانه وعرس فلتانه ديجا لي جون قاعدين يستهلكوا في البرود راهو اي بالحق راهو صحفيين تعرف انتم تشوفوا ويمكن هذيا فرصه باش نحيي لي جورناليست اللي يخدموا في البرود الكل نشوفوا احنا سمير الويفي حمزه البلومي مع احترامي معناتها للاشخاص نشوفوا قيم هو معناتها ناجح لا راهو معاه هو ليكيب. فما فريق نتاع برود دي جون نتاع صحفيين الحقيقه راهو كيما خليه النحل العمل وباش هما بعديك يظهروا في الصوره هذيك دونك راهو مش هما محليهم هكاك لا ما خساره ما يخليهمش يبدعوا ما يدخلوش في السيستيم ما يظهروش ما يظهروش دونك انتم حكيتوا على التحيه ميرسي لفلان لفلان يخدم الفي تي ار هذايا دونك حكينا شويه على لي جون زاد فما نوعيه من لي جون اللي لاهين بالانستغرام كيما قلت كيما الناس الكل لاهين باخبار الفنانين وشنو فما جديد على الساحه الفنيه اكيد مش الناس الكل هذه شريحه من ما نتصورش سي حافظ ما يرقدش كان ما يعرفش نانسي عجرم شنو صار فيها البارح مثلا اللي ياكل طريحه كان ما يقولش نانسي عجرم مش عام مي دونك الناس اللي تبع البوز واللي تبع اخبار الفنانين كنا سمعنا قبل على اخبار طليق علي الشابي ورملة وزوجته رملة وكان طلعت إشاعة على المدة الأخرانية دونك عاود مرة أخرى الخبر يعاود ينتشر أكثر على الانستغرام وعلى الفيسبوك اليوم وهاري ماهوش إشاعة المرة هذي جوستومون على خاطرني بربشتري الحقيقة البارحة هذيك هي ما رقدتش إلا ما بربشت وقعدت نلوج دونك دخلت للانستغرام تاع رملة ودخلت للانستغرام تاع علي مصادر خبر قعدت نلوج وقعدت نشوف شنو لاحظت لاحظت اللي رملة فسخت تصورها الكل مع علي علي زاد كيف كيف يا رسول كيما صار وقت الخطبه يا رسول الله فسخوا تصاورهم زوج اي بون هذاك بيغاتاج وقتها قالوا بيغاتاج دونك حتى تصور العرس تذكروا العرس الاسطوري اللي قعدنا نتابعوا فيه سبع ايام وسبع ليالي العروسات الاسطوريه الكل تفهم طلاق جوستومون سمير الويفي مكي هلال طلق وعلي الشابي وكافون طلق والناس الكل تصحيح معلومه مش نتبعوا فيه نتبع فيه اتبعوا فيه اظن لي وقت اللي تحل ما يتبعوا فيه خاطر والله نو نو بالكل لا ما نحبش نتبع الحاجات هذوك مي وقتها بالحق ضجه كبيره برشا اللي تبعوا كان ذكر زاد حبيبه الغريب اللي قعدوا يتبعوا في العرس نتاعها من بعد تبعوا الحبيبه مريم بن عزيزه مريم بن عزيزه طلقت معناها الشعب التونسي من الفايده في لهنا الشعب التونسي يقولوا له كان الفايده في لهنا دونك هذا اللي لاحظته البارح ولا عينين الشعب التونسي زاد هذا اللي لاحظته البارح في الانستغرام نتاع رمله ونتاع علي دونك يظهر لي صحيحه الحكايه نتاع انه تلاق على قريب ويظهر لي زاد تم تحديد موعد للجلسه احنا نقولوا ديما ان شاء الله ربي يهدي النفوس وكهو يهدي النفوس وان شاء الله هذا عندي ملاحظه بغير علي والله ملاحظه بريئه علي ورمله ما نعرفش ان شاء الله ربي معاهم كان باش يطلقوا كان اليوم اما انا نحب نحكي على الظاهره اللي ياخذوا ناس مشهورين معناتها عليهم الضوء مثلا هوني باش نمشي نحكي على مكي هلال ولو انه هذه حياته شخصيه وهو حر فيها ولكن فجاه تخرج مرت مكي هلال تخرج معناتها تولي ناشطه في وسائل الاعلام وعندها ديزيميسيون وكل ومن بعد نلقاوها نهار السبت في ايميسيون مع هدي زعيم فكرة سامي الفهري مقدمه اخبار في قناه امريكيه اللي هي قناه الحره ومقدمه اخبار معناتها تتعامل كما يتعاملوا لي جورناليست الكبار انا الحقيقه يحز في نفسي انه احنا نقراو في معهد الصحافه وعلوم الاخبار وانه احنا
بالحق نلتزموا بمبادئ وأخلاقية المهنة ومن بعد نلقاو ناس كيف ما سونيا اليونسي مع احترامي للشخص نحكي عليها في صفتها نلقاوها في مقدمة أخبار وتتعامل كيف ما نورمالمون يتعاملوا لي جورناليست اللي كنا نحكيوا عليهم قبيلة في البروت. دونك تاخذ راجل هو تحت الضوء باش تولي أنت تحت الضوء الحقيقة ما تجيش. يلزمهم يغزروا الوجه الكريماس اللي عملتها. باش نمشيو للآخر إكستخي الحقيقة هو الفيديو قديم شوية. أما كي جيت نسمع فيه حسيته كأنه يعبر على الوضع اللي نعيشه فيه في البلاد الكل. هذايا واحد آخر أكثر من الزهاء من غادي. سمعنا ماري. الأجواء في تونس كلها أجواء بل هي أجمل من الجمال. على الجمال أن يقتني اليوم من تونس ما يجعله جميلة. أنا في الشارع الذي سميته دائما الشارع الأمجد. إنه شارع مجيد ثم هو مجيد وبين زمن وآخر هو مجيد ولكنه فوق الأزمان هو الأمجد. إيش قولكم في الفيديو ذي؟ نجم يعبر على حالتنا ولا؟ لأن تفرشت في فيديو هذا معناتها واحد تلقاه مازال كيجرب سلعة جديدة في تونس ضربة ما فهم حد شيء مسكين. إن شاء الله حبيب بورقيبة. إي لا ظهر خاطف. أوتوكا إن شاء الله ربي يزهينا الناس الكل لما مش بحتى سلعة يزهينا بالأخبار الباهية وكا هاو مواصلين معاكم في زوم 73 كانت هذه دورتنا على لي ريزو سوسيو. بعد شوية باش نعملوا دورة في الصحافة التونسية بين جريدة المغرب وشروق اليوم. خليكم معنا.